سفارة قطر في أسبانيا. خلونا نتابع معكم تصريح لسعادة السفير محمد ابن جهام الكواري وأيضا تهنئة لبعض الحضور. في البداية أود أن أتقدم بالتهاني لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد الفاتح حفظه الله، وإلى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، وإلى جميع الشعب القطري بهذه المناسبة العظيمة لنا والتي نحتفل بها كل سنة ونؤكد فيها إلى انتمائنا وفخرنا بهذا البلد العزيز وهذا الشعب العزيز، ونتمنى دائما من هذه المناسبة أن تكون دائما دافع قوي لنا للمزيد من العمل لكي تصبح بلدنا مركز عالمي كبير ومهم. وفي نفس الوقت احنا سعداء اليوم بهذه المناسبة، مثل ما تفضلت عدد كبير من الأصدقاء الأسبان في الحكومة وفي البرلمان وفي المؤسسات الثقافية والتعليمية من شعراء وأدباء وإعلاميين ومن الجالية العربية في أسبانيا. هذا طبعا يدل على المكانة الكبيرة التي تحظي بها دولتنا وسياسة حضرة صاحب السمو ورؤية قطر في المنطقة وفي العالم. الفلسطينيين هم القاسم المشترك مع كل الدول العربية ومن بينها الشقيق قطر، فتربطنا علاقات وثيقة وقديمة مع قطر. أسهمنا في رفعة وبناء قطر منذ اللحظات الأولى من استقلالها، ونحن ننظر بامتنان للدعم الذي قدمته قطر لقضية الشعب الفلسطيني.